حلت حالة من الحزن والبكاء المتواصل على حلقة برنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي والمذاع على قناة سي بي سي، والتي استضافت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور إعلامي لها بعد أزمتها الصحية. ومع كل مرحلة كانت تنتقل فيها ياسمين لتحكي تفاصيل أزمتها الصحية، منذ دخولها المستشفى لإجراء جراحة لها كانت تغلبها دموعها ولا تستطيع السيطرة فيها على أعصابها لتنهار باكية. وكشفت ياسمين السبب الحقيقي وراء سفرها لسويسرا، وروت كواليس معاناتها مع المرض. وفجرت ياسمين مفاجأة من العيار الثقيل وكشفت السبب الحقيقي وراء سفرها لسويسرا، مشيرة إلى أن أمعائها كانت خارج البطن وكانت غير مطمئنة لوجودها في المستشفى على الإطلاق. وأوضحت ياسمين خلال الحلقة أنها صممت على السفر لأنها أصبحت غير قادرة على استكمال العلاج في المستشفى بمصر على الإطلاق، وتابعت قائلة: كنت بموت وأمعائي كانت بره بطني، ما كنتش قادرة وصممت أسافر علشان أعمل العملية وبطني تتقفل علشان أقدر أكون طبيعية. وحكت ياسمين عن أزمتها الصحية قائلة: كنت حاسة إني مش راجعة تاني، وقعدت 5 أيام في العناية المركزة، واكتشفت إن قولوني اتخرم وإني أصبت بتسمم في الدم. وقالت: أنا قلت لهم أنا بموت وكانوا فاكرين إني بتدلع مع إني سيدة لا تتوجع، إلى أن جاء الطبيب وقال: لو ما دخلتش تعمل عملية بعد ساعة هتموت. وأضافت: أنا مت وكنت حاسة إني مش هطلع، وقلت لأخويا الكبير: خلي بالك من ياسمين وسيف أولادي، لأني كنت حاسة إنه مش طالعة تاني، وطلعوني من العمليات للعناية المركزة. وقالت ياسمين: عندما طالبت الأطباء برفع كافة الخراطيم التي تم تركيبها لها وتوصيلها بأجهزة الأدوية وأجهزة التنفس وأدوية المضادات الحيوية موضحة، قلت للدكاترة يشيلوا كل حاجة، أنا مش هقدر أكمل، أنا تعبانة وأنا خلاص مرتاحة، وهكون مرتاحة لما أروح عند ربنا وهكون مرتاحة هناك أكتر. وتابعت: كل يوم كان يجيلي كابوس غريب، لذلك قررت أني مش هنام، وذلك أثناء وجودي في العناية المركزة. وروت ياسمين موقف بينها وبين أحدى صديقتها، وأخبرتها بأن غدا يوم عرفة وإنها ستصلي وتدعي لها، قائلة: حسيت بشعور أول مرة أشوفه في حياتي، فقد نزلت 15 كيلو وتحولت لسيدة تانية. وأجهشت في البكاء قائلة: يوم عرفة حسيت إن الناس كلها كانت بتدعي لي، أنا كنت بموت وبعد يوم عرفة بقيت إنسانة تانية وردت فيا الروح. وخرجت من الرعاية المركزة ونقلوني لغرفة أخرى وبدأت أتكلم: أنا واحدة كنت بموت وربنا سخر لي الناس تدعي لي وردت فيا الروح. وقالت ياسمين: بكيت عندما شاهدت رسائل جمهوري وهم يدعون لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الأزمة الصحية. وقالت ياسمين: بشكر كل الناس اللي كانت بتدعي لي في مصر والوطن العربي واتكتب لي عمر جديد، ربنا سخر لي الناس دي علشان تدعي لي وشفت حب الناس ليا، وبشكر كل زملائي. وبدأت الأزمة الصحية لياسمين عبد العزيز في منتصف يوليو الماضي عندما أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي خضوعها لعملية جراحية وطالب جمهورها بالدعاء لها. ومن ناحية أخرى كان أحمد العوضي قد أعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية الأخيرة لزوجته ياسمين، وأوضح عبر حسابه على فيسبوك إنه سوف يكشف لاحقا عن تفاصيل الأزمة.